استجابة لدعوة الرئيس السيسي، مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسة لمناقشة قضايا الاقتصادية العاجلة وخطة إجراء الحوار الاقتصادي. شكري يؤكد لنظيرته البلغارية مواصلة مصر جهودها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ويشير لصعوبة المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة. واشنطن تعلن استمرار تنسيقها مع القاهرة والدوحة للتوصل لهدنة في غزة، وتطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته بمشاركة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي. يأتي ذلك لبحث سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة التي ستكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات بشكل أكثر فعالية وعملية، ذلك استجابة لدعوة رئيس عبد الفتاح السيسي. كما ناقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية على أن يتم رفعها لاحقا لرئيس الجمهورية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعيات اقتصادية على العالم أجمع ما لم يتم التوصل إلى حل سريع بشأن إنهائها. وخلال استقباله وزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا لاستمرار مصر في جهودها الدبلوماسية للتوصل لحل بشأن وقف الحرب على قطاع غزة. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعرب مدبولي عن ترحيبه بإمكان توفير منطقة متخصصة للشركات البلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضا جهود الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر. ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية بلغاريا أن مصر شريك استراتيجي لبلادها، لافتة إلى انفتاح صوفيا على مزيد من التعاون مع القاهرة في مجال تصدير القمح. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل إلى مصر تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقات الصداقة بينهما. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أوضح شكري أن أعمال اللجنة المشتركة عكست رغبة البلدين في تعزيز العلاقات. ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بينهما، حيث ترأسنا سويا أعمال الدورة الأولى من لجنة التعاون المشتركة بين البلدين بحضور لفيف من السادة الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين. كما أود أن أهنئ معالي نائبة رئيس الوزراء على قرب حلول موعد تولي سيادتها منصب رئيس الوزراء في بلغاريا، أتمنى لها دوام التوفيق والنجاح والسداد. وقد عكست مناقشات وأعمال اللجنة رغبة حقيقية من البلدين في تطوير العلاقات والوصول بها إلى آفاق أرحب تتناسب مع حجم وإمكانيات وقدرات البلدين، وتطرقنا إلى مجالات التعاون المشترك سواء القائمة بالفعل والتي يمكن العمل على دفعها وتعزيزها، أو المجالات الواعدة التي أبدى الطرفان حرصهما على تدشين تعاون من خلالها في الفترة القادمة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المفاوضات بشأن الأوضاع في قطاع غزة صعبة ومعقدة. وطلب شكري المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف إطلاق النار في القطاع، مشددا على أن مصر تواصل جهودها السياسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. المشاورات اللي تمت في باريس بين الأجهزة الاستخباراتية تم طرحها، وكان هناك وجهة نظر
إزائها من قبل حماس، وهناك تصريحات صدرت من المسؤولين الإسرائيليين باعتبار أنها مرفوضة أو غير صالحة بأن تكون أساس لهدنة والإفراج عن الرهائن. هذا لم يمنع بوجود اتصالات مستمرة وجهود تبذل هنا في القاهرة لتقريب وجهات النظر لوضع إطار يسمح بالتوصل إلى هدنة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين، وهذا ما نعمل من أجله، ولكن بهدف أن نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار. أعربت الوزيرة البلغارية عن رغبة بلادها في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع مصر، وأشارت الوزيرة إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون بين مصر وبلغاريا وعقد أولى جلساتها بين مسؤولي البلدين. وصلنا إلى اتفاق لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون، والآن بدأنا الجلسة الافتتاحية لآلية التعاون والتي ترأسناها معنا مع السيد وزير الخارجية، وقد تبنينا بيانا مشتركا، ولكن الآن أننا نرسل إشارة قوية. أولا فلدينا بالفعل علاقات متميزة، ومن المهم أن نبقي الحوار السياسي على أعلى مستوى. وعقب ذلك نقول بوضوح أننا نود إلى تقوية العلاقة والشراكة الاقتصادية، ونود كذلك القول بأنه في هذا الإطار وبهذا التعاون وبزيارة اليوم نود أن نشكل وأن نقدم حلولا مشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية. أقول اليوم رسائلي اليوم هو تكثيف التعاون والاتصال والتنمية الاستراتيجية. كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد مع نظيرته البلغارية ماريا جابرييل جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتناولت المباحثات عددا من الملفات المهمة يتقدمها تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وتبادل الرؤى حول أهم قضايا ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وصوفيا. ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته البلغارية أعمال الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وأكد الجانبان التزامهم الوثيق بتعزيز العلاقة الثنائية وتعزيز التعاون السياسي إلى مستوى أعلى، بما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. كما أكد الطرفان أيضا اهتمامهم بدفع التعاون الثنائي في مجال الطاقة وتعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بتنمية القطاع الخاص، لا سيما الأطر التنظيمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة ذات المنفعة المتبادلة. واستعرض الوفد المصري الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن التطرق إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تهيمن على الساحة الدولية الراهنة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الدفاع البلغاري تودرو تاجاريف، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات وتداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأكد الفريق أول محمد زكي عمق علاقات الشراكة والتعاون، مشيرا إلى ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة. من جانبه أشاد وزير الدفاع البلغارية بالجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. كما قام وزير الدفاع المصري والبلغاري بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وحضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. Thank you.
تبذل مصر جهودا كبيرة بشأن القضية الفلسطينية على مختلف المستويات وفي كل المحافل الدولية بالنظر لكونها القضية المركزية الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وامتدادا لهذا الدور التاريخي عملت مصر على فتح معبر رفح البرية من جانبها بشكل مستمر منذ أحداث 7 أكتوبر بهدف إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين. دور لا يقبل المزايدة واهتمام لا يوازيه اهتمام بأي قضية إقليمية أخرى وثوابت أخرى في سياسة القاهرة إزاء القضية الفلسطينية التي دافعت عنها مصر بدماء أبنائها وجهود ساستها. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فطنت مصر للمخططات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الواقع على الأرض بالمخالفة لما أقرته المرجعيات الدولية ذات الصلة، فأكدت مصر في عدة مناسبات أن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة والتي تهدد بتوسع نطاق الصراع يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية. كما شددت مصر كذلك على أن أي محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل. واستمرارا لموقف مصر الصادق تمسكت القاهرة بثوابتها الإنسانية والأخلاقية كجزء لا يتجزأ من هذا الموقف، ومنذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها دون قيد أو شرط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، كما ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع. ومع استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل حال ذلك دون إدخال المساعدات، لكن وبمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور وإجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع الذي تتضمن حدوده 5 معابر أخرى عملت إسرائيل على إغلاقها بشكل شبه تام. مصر التي تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها في سبيل تنسيق عملية إدخال المساعدات من جهة وفي جهود الوساطة السياسية قامت وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب. مصر التي لا تسعى لأي مآرب خاصة من دفاعها القوي عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق هي من قدمت 80% من المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة، بما يؤكد فشل أي محاولات لإحراجها بغير حق ودون مصداقية أو أدنى قدر من الموضوعية. أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ أن بلاده على تواصل وتنسيق دائم مع القاهرة والدوحة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة. وأضاف ويربرغ أن مصر كانت وما زالت تلعب دورا جوهريا منذ بدء النزاع في قطاع غزة وتبذل جهودا كبيرة لإيصال وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هناك تنسيقا مع دول كثيرة وخاصة مع مصر لبحث إمكانية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين ومنع تصعيد الصراع في المنطقة. ودعا المسؤول الأمريكي إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين المدنيين في الضفة الغربية. كشف موقع إكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى مصر. وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية سيعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول الجهود المبذولة لبدء مفاوضات حول صفقة جديدة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقيين في قطاع غزة. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي
تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي. والمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة، وتم إرسالها من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها. هذا ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأمريكية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات. منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تبنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منهجا مؤيدا لإسرائيل تمثل في ضمان التفوق العسكري لجيش الاحتلال بصفقات أسلحة وطائرات وسفن حربية. كما استغلت واشنطن حق الفيتو داخل مجلس الأمن لعرقلة قرار وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة، مما فجر مظاهرات الغضب الأمريكية ضد سياسة بايدن وانعكاس ذلك سلبا على شعبيته. ما بين الدعم العسكري الباهظ واستغلال ورقة الفيتو لعرقلة أي قرار سياسي عادل، تبنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي منهجا مؤيدا لإسرائيل. فلم تتردد واشنطن في ضمان التفوق العسكري لجيش الاحتلال بصفقات أسلحة وطائرات وسفن حربية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تزويد إسرائيل بخلية من قوات العمليات الخاصة التي بدأت بالفعل بمساعدة الاحتلال في عمليات الاستخبارات والتخطيط العسكري. إدارة بايدن رفعت شعار تحويل مسار حاملة الطائرات الهجومية أيزنهاور للإبحار باتجاه إسرائيل بطاقمها المكون من 5000 فرد، لتعد هذه القطعة البحرية الأحدث والأكثر تقدماً والكبرى من بين مسيلاتها في العالم. حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل حطم رقماً قياسياً منذ عام 1948، لتمكن تلك المساعدات الاحتلال من امتلاك التكنولوجيات العسكرية الضخمة مثل مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية F-35، وأسهمت الولايات المتحدة في تطوير منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية المعروفة بالقبة الحديدية بتمويل ناهز 1.3 مليار دولار. ولم يشبع الاحتلال الإسرائيلي بكميات الأسلحة المتدفقة إلى ترسانته العسكرية من واشنطن، بل اشتعلت شهوته في مواصلة العدوان على الأراضي المحتلة باستغلال حق الفيتو داخل مجلس الأمن، حيث استخدمته إدارة بايدن ليفشل المجتمع الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وليستمر شلال الدم والدمار في الاجتياح والقضاء على كل مظاهر الحياة للفلسطينيين. وكان أسلوب بايدن في التعاطي مع الأزمة كفيلاً بتحريك مسيرات الغضب والاحتجاج في شوارع المدن الأمريكية، رفضاً لحزمة المواقف والإجراءات التي اتخذتها إدارته الديمقراطية لمساندة إسرائيل ومضاعفة معاناة ملايين الفلسطينيين جراء حرب الإبادة المتصاعدة. الآلاف من المتظاهرين انطلقوا يطالبون بوقف القصف والعمليات البرية في غزة وإنهاء الدعم المطلق لإسرائيل، واعتبروها قضية سياسية خطيرة تهدد مستقبل الرئيس الأمريكي في سباق الانتخابات الرئاسية 2024، تزامناً مع تراجع شعبية بايدن إلى أكثر المستويات تدنياً منذ توليه السلطة، ليحظى بتأييد 34%، فيما يتعلق بأدائه في الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية. وللمزيد ينضم إلينا هاتفين السيد جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. سيد جميل، يعني الموقف الأمريكي منذ بداية التصعيد الإسرائيلي داعم للاحتلال وما يقوم به من إبادة للفلسطينيين، كيف وإلى أي مدى يتناقض ذلك مع تصريحات الإدارة الأمريكية بأنها تبحث عن حل؟ هو في البداية طبعا يجب أن نعلم أن إسرائيل هي الأداة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط منذ نشأتها حتى الآن. الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأول والأخير لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، لأنها تنفذ أهدافها بشكل كبير داخل منطقة الشرق الأوسط. طبعا في الأزمة منذ بداية الأزمة يوم 7 أكتوبر وجدنا الدعم الكبير للولايات المتحدة لإسرائيل في تنفيذها المجازر العسكرية التي تتم في قطاع غزة، وأيضا بناء على ذلك قررت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسل حاملة طائرات وأكثر من 20 قطعة بحرية متواجدة في منطقة المتوسط من أجل حماية إسرائيل ومن أجل دعم إسرائيل. نعم. أيضا هناك جسر جوي
عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لدعمها في تنفيذ العمليات العسكرية التي تنفذ في الوقت الحالي. على الجانب الآخر نجد أن هناك تناقض في التصريحات. كان في البداية الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في بعد يوم 7 أكتوبر، ومن حق إسرائيل أيضا أن تقضي على حماس وأن تقضي على وأن تحرر أسراها. لكن في الوقت الحالي نجد أن هناك تناقض في المواقف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أنها بتبحث عن حل، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق الفيتو أكثر من مرة داخل مجلس الأمن من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار أو الوصول إلى هدنة عسكرية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت داعمة لإسرائيل، لا زالت داعمة لنتنياهو، لا زالت حتى الوقت ما هذا تتحدث كثيرا، ولكن في النهاية هي لا تنفذ ما تتحدث عنه أو تقوم به من تصريحات كثيرة. إذا أرادت الولايات المتحدة بالفعل الوصول إلى حل لهذه الأزمة عليها أن تضغط على إسرائيل وعلى نتنياهو لأنها هي الداعم الأكبر، وأن يوقف هذه العمليات العسكرية فورا. على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون راعي رسمي لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. هو ده المطلوب والمرجو من الولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من الأحاديث وبدلا من الكلام الكثير الذي في النهاية يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني الأعزل. نعم. في قطاع غزة. نعم يعني سيد جميل، أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دائما دخول المساعدات لقطاع غزة، ومصر بتضغط دائما لدخول الشاحنات إلى الفلسطينيين. إلى أي مدى يمكن للمجتمع الدولي أن يدخل ويضغط في هذا الشأن على الاحتلال لمنع الإبادة الجماعية وفي نفس الوقت لمزيد من الدخول للشاحنات؟ هو بالطبع من اليوم الأول، من يوم 7، من يوم عمليات القصف العسكري الوحشي اللي بتنفذه إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، مصر اتخذت أكثر من مسار، المسار السياسي والمسار الإنساني والمسار الإنساني. في المسار الإنساني مصر تنوب عن الإنسانية في العالم كله لمواجهة ما يحدث من عمليات إعاقة لدخول المساعدات. احنا شفنا من اليوم الاول الشاحنات تقف على المعبر، لكن هناك 4 مرات يتم قصف المعبر من جهة رفح. هناك تصريحات من وزراء في حكومة نتنياهو تؤكد انها لن تسمح بدخول المساعدات الى قطاع غزة. هناك ايضا عرقلة في دخول المساعدات، شفنا الامين العام للامم المتحدة جوتيريش وهو يقف عند المعبر ويعلن أنه سيتم دخول المساعدات، ولكن تم عرقلة دخول المساعدات. شفنا أيضا رئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء أسبانيا أمام المعبر، وكالات الأنباء العالمية متواجدة أمام المعبر وتعلم جيدا وتنقل للعالم الصورة الحقيقية أن المعبر من الجهة المصرية مفتوح تماما منذ اليوم الأول على مدار 24 ساعة من أجل دخول المساعدات. القضية الفلسطينية هي القضية الأولى بالنسبة للدولة المصرية، والإغاثة التي تنفذها مصر في الوقت الحالي كان لها دور كبير جدا، كان في دور سياسي قوي جدا من الدولة المصرية لما رفضت دخول أي مواطنين يحملوا الجنسية المزدوجة أو يحملوا الجنسية الأجنبية من معبر رفح إلا بعد دخول الشاحنات، وكان ده موقف مصري مهم جدا أمام العالم ككل. مصر وجهت الصورة إعلاميا بشكل كبير جدا على المعبر من أجل أن العالم كله يشاهد على الواقع ما يحدث من إعاقة من الجانب الإسرائيلي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه قبل هذه الأزمة كان بيدخل 600 شاحنة يوميا. نعم. لقطاع غزة، لكن بعد العمليات العسكرية وبعد الإعاقة من جانب القوات الإسرائيلية وصلت 200 شاحنة. هل مصر في وقت ما فيش أزمة تدخل 600 شاحنة وفي وقت الأزمة يبقى 200 شاحنة فقط إلا بسبب التعنت الإسرائيلي الذي يحدث؟ مصر أيضا
على الجانب الآخر 80% من المساعدات اللي بتتوجه إلى قطاع غزة هي مصرية ومن الدولة المصرية، بجانب طبعا ما يصل من مساعدات في مطار العريش. نعم السيد جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أكد نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المزيد من المساعدات سواء الإنسانية أو الطبية إلى قطاع غزة لعلاج المصابين عبر معبر رفح. وعلى هامش المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة الذي عقد في الأردن، أشار نقيب الأطباء الأردنيين إلى أن هناك عراقيل وحواجز تضعها قوات الاحتلال لدخول الأطباء العرب للمساهمة في تقديم العلاج للجرحى من أبناء غزة جراء الحرب الإسرائيلية. وأشاد نقيب الأطباء الأردنيين بدور نقابة الأطباء المصرية في التعاون والتنسيق مع نظيرتها الأردنية وتوفير الأطباء المصريين للدخول إلى غزة. قال سفير ماجد باميان نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن مصر هي الدولة الأكثر اهتماما على مستوى العالم بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأضاف السفير الفلسطيني أن مصر لا تريد التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وحريصة على إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى غزة، ذلك انطلاقا من دعمها للشعب الفلسطيني. وأكد السفير الفلسطيني أيضا أن مصر رحبت بأي مساعدات تدخل إلى قطاع غزة من جميع أنحاء العالم وتأكدت من وصولها إلى الحدود، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة يواجهون المجاعة على بعد أمتار قليلة من أطنان المساعدات المتكدسة في مصر والتي لا تستطيع الدخول بسبب الحصار والقيود الإسرائيلية والقصف المتكرر لمعبر رفح. لا تزال الجهود المصرية متواصلة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تقديم كافة أشكال الرعاية الطبية لهم في مستشفيات العريش، ذلك بالإضافة إلى العمل على إيجاد حلول سياسية لتهدئة الأوضاع. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب مباشرة من العريش. محمد تفضل. نعم أرحب بكم. نعم أرحب بكم في البداية. بالفعل يعني كما ذكرتم أن الجهود المصرية ما زالت متواصلة وأن الدور المصري يلعب حائط الصد ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يمكن منذ بداية الأزمة والدور المصري يعني يقف صامدا أمام هذه المحاولات، وتمثلت هذه المحاولات أو هذه الدور الكبير على الواقع في الأرض، ونتحدث هنا في مدينة العريش. يمكن هذه التحركات يعني قسمت إلى العديد من التحركات على الأرض. نتحدث عن احتواء الأزمة وأن بداية الأزمة قامت مصر بالاتصال بجميع أطراف هذه الأزمة لمحاولة للتهدئة، ثم أكدت بعد ذلك على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ثم بعد ذلك كانت هناك رؤية لطرح هدنة إنسانية بموجبها يعني كان من المفترض أن يتم وقف إطلاق النار. هذا فيما يخص الجانب السياسي والذي نراه دائما وهو موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية. أما فيما يخص أيضا الجانب المساعدات والتي ذكرتموه، بالفعل هناك مساعدات كبيرة أكثر من 80 أو 85% من المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية هي مساعدات مصرية. أقف الآن على بعد يعني حوالي يعني كيلو واحد من هذا المكان الذي أقف فيه إلى مدينة العريش، حيث تقف أكثر من المئات والألاف من الشاحنات. هذه الشاحنات مترصة على بعد 50 كيلو من مدينة العريش إلى معبر رفح. من يعني من يتخيل أن هذه المساعدات التي تقف على بعد 50 كيلو من مدينة العريش إلى معبر رفح، كل هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية
والخيام وغيرها من المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في قطاع غزة. هذه الشاحنات بالفعل أتمت كل إجراءات التفتيش والإجراءات الأمنية تمهيدا لدخولها. هذا فيما يخص أيضا حجم المساعدات التي تقف في مدينة العريش وتستعد للدخول إلى قطاع غزة. أيضا فيما يخص الرعاية الطبية بالفعل يعني كما ذكرتم أن مصر ومنذ اللحظات الأولى منذ الأزمة وهي يعني تقوم برعاية طبية متكاملة للجرحى والمرضى الفلسطينيين لجميع داخل جميع المستشفيات في مدينة العريش، سواء كانت في مستشفيات غزة في مستشفيات العريش ورفح والشيخ زويد، وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية الطبية لجميع الفلسطينيين. هذا بالإضافة إلى مطار العريش الذي يعني يستقبل يوميا يعني أكثر من 3 و4 طائرات خاصة بالإغاثات والمساعدات الإنسانية، وطائرات خاصة لعمليات الإجلاء التي تتم من خلالها إلى دول مختلفة. نعم. إذن هناك جهود كبيرة تقوم بها مصر منذ الأزمة لاحتواء هذه الأزمة ورعاية الأسر الفلسطينية. نعم بالتأكيد أوضح. محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. أبو الغيط يحذر من عواقب استهداف مدينة رفح، ورام الله تحمل واشنطن مسؤولية الهجوم ومحاولات تهجير الفلسطينيين. حذر الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة رفح بقطاع غزة. وشدد أبو الغيط على أن نوايا الاحتلال بفرض واقع النزوح على مئات الآلاف من الفلسطينيين تعد خطة مكشوفة ومرفوضة على طول الخط. وأكد أبو الغيط أن الخطة الإسرائيلية تنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن دفع مئات الآلاف للنزوح من القطاع هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلا عما يمثله من إشعال خطير للموقف في المنطقة عبر تجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي المصري. شددت الرئاسة الفلسطينية على أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح ومحاولة تهجير الفلسطينيين لا يعفيان الإدارة الأمريكية من المسؤولية. وطلب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالعمل على إجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، معتبرا أن تزامن غير المسبوق لمستوى التصعيد الإسرائيلي مع شن حملة للمساس بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل يشكل محاولة للتهرب من وقف الحرب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية. كما طلب أبو ردينة المجتمع الدولي بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم. حذرت حركة حماس من مجزرة في حال شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، محملة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة. ويأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفها على مدينة رفح. وكأن البقاء على قيد الحياة شرف لا يستحقونه ومعروف لن ينالوه أينما ذهبوا، واقع يعيشه الفلسطينيون بل كابوس لم يستيقظوا منه بعد، فبعد أن نجا منهم القليل بعد رحلة فقد وتشريد وجراح لا تضمد وارتضوا بخيام رفح سكنا رغم البرد والجوع، أبت إسرائيل دولة الاحتلال أن تستكمل مسيرة مخططات اليوم التالي دون أن تضيف المدينة التي تؤوي نحو 1,300,000 فلسطيني لسجل عدوانها الغاشم، لتجعل من اسمها وصمة عار جديدة تكمل بها صفحة جرائمها
ضد الإنسانية. ففي تحدي جديد للقرارات الأممية والقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتجنيب المدنيين عواقب الحرب، كثفت القوات الإسرائيلية قصفها على مدينة رفح والتي نزح إليها أكثر من نصف سكان القطاع. قصف جوي يأتي تمهيدا لتنفيذ أوامر من نتنياهو لقواته المحتلة بالاستعداد لهجوم بري على مدينة رفح بذريعة تفكيك قوات حماس قبل حلول شهر رمضان. وفي محاولة لإنقاذ ما تبقى من صورتها المشوهة أمام العالم، تقول السلطات الإسرائيلية إنها تستعد لإجلاء أكثر من 1,000,000 فلسطيني من المدينة للشروع في تنفيذ الهجوم. ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل وضعت خطة تجريبية لتمكين عشرات الآلاف من العودة إلى شمال قطاع غزة، ورغم تحذيره داخلياً وخارجياً من مغبة تلك التحركات غير المدروسة، أبلغ نتنياهو الولايات المتحدة بأن العملية البرية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين. من جانبها، حذرت وكالات الإغاثة من أن الهجوم العسكري في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان قد يؤدي في النهاية إلى مقتل أعداد كبيرة من الأبرياء، في وقت يواجه فيه الأطباء وموظفو الإغاثة صعوبات بالغة من أجل توفير المساعدات الأساسية للفلسطينيين. إذن هي رفح أحدث محطات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واختبار جديد لضمير العالم عله يفيق من غفوته أو ينقذ جبينه من عار جديد لن يغفره التاريخ. هذا وتتوالى الإدانات الإقليمية والدولية بعد إعلان السلطات الإسرائيلية شن هجوم عسكري بري مرتقب على رفح. كما حذرت الأمم المتحدة من خطورة العملية العسكرية البرية على رفح واصفة إياها بالكارثة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين. أكدت منظمة أطباء بلا حدود أنه لا مكان آمن في غزة، وأن تهجير القصرية المتكرر دفع الناس إلى النزوح لجنوبي رفح وأصبحوا محاصرين بدون خيارات. وأوضحت المنظمة أن أكثر من 1,000,000 شخص في رفح يواجهون تصعيدا كبيرا، وكثير منهم يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بكثافة تجاه بوابات ومباني مجمع النصر الطبي بخان يونس. وأعلنت مصادر طبية أن هناك حتى الآن شهيدين والعديد من المصابين، فيما لا تستطيع الطواقم الطبية الحركة بين مباني مجمع النصر الطبي بخان يونس نتيجة إطلاق النار الكثيف داخل المجمع. كما طلبت السلطات الصحية في غزة بوجود المؤسسات الأممية داخل مجمع النصر الطبي لحمايته وحماية من بداخله، لافتة إلى أن حياة 300 كادر صحية و450 مريضا وجريحا و10,000 نازح داخل مجمع النصر الطبي مهددة، حيث أعلنت قناصة جيش الاحتلال منازل بمحيط المجمع وأطلقوا النار على باحته. كما يعاني المجمع نقصا حادا في الطعام والشراب. أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 28,064 فلسطينياً وإصابة 67,611، ذلك جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لوسط وجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 26 مواطناً غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة العشرات.
أعلنت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء العثور على جثامين الشهداء الفلسطينيين الطفلة هند رجب وخمسة من أفراد عائلتها بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوما في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وكانت والدة هند وأسرتها أطلقوا نداءات استغاثة لجميع الهيئات الأممية في العالم لإنقاذ الطفلة هند والمسعفين الذين خرجا لإنقاذها. وأخيرا هدأت روح هند بعد أن فاضت لبارئها شهيدة، تلك الطفلة ذات الأعوام الستة التي قضت دقائقها الأخيرة في هذه الحياة الظالمة محاطة بجثث عائلتها بعدما حاصرتها دبابات الاحتلال. لم تفلح صرخات ليان قريبة هند وهي تستنجد بالهلال الفلسطيني لكي ينقذوهم من القصف الذي استهدف سيارة الأسرة التي فرت من جحيم في تل الهوى. ألو مرحبا ألو مرحبا. أيوة بتدخ علينا. الدبابة جنبي. أنتوا متخبيين؟ في السيارة احنا جنبينا الدبابة. أنتوا جوا السيارة؟ ألو. وبعد مكالمة مفجعة توالى فيها صريخ ليان انقطع الاتصال لتلحق ليان بباقي أسرتها وتظل هند وحيدة داخل سيارة محطمة محتمية بجثامين أهلها في واقعة سجلها التاريخ بالصوت قبل الصورة. أجي أخذك؟ حبيبتي طيب أنا وأنا يا حبيبتي رح أجي أخذك هلأ. عمو من الهلال عماله عم بنصك عشان إحنا نقدر نيجي ناخدك. حواليك في ضرب رصاص؟ خديني يا حبيبتي. والله بدي أخذك بس مش بإيدي هلأ. برد وجوع وظلام وتعاقب لليل والنهار لأيام طويلة، وهند جائعة ملتاعة تتحدث لهيئة الإسعاف قدر المستطاع حتى ضاع صوتها هي الأخرى. أما المسعفون فعثر على مركبتهم على بعد أمتار من مكان وجود هند بعد استهداف مركبتهم فور وصولها للموقع، رغم الحصول على تنسيق مسبق للسماح بوصولهم إلى المكان. وبعد فلا الكلمات باتت قادرة على وصف تعطش الاحتلال للدماء دون تمييز، ولا أحاديث الساسة تستطيع محو ذاكرة الشعوب التي تجرعت الآلام من أهوال جرائم الاحتلال. أكد مقال تحليلي بصحيفة الجارديان البريطانية أنه بات من الواضح طبقاً لتقرير الأمم المتحدة انتهاك إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرتها الشهر الماضي بشأن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي. وأشار المقال إلى تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز التي لفتت فيها إلى رصد عجز كبير في توفير المستلزمات الطبية والأغذية والمياه الصالحة للاستخدام بالتوازي مع مواصلة القوات الإسرائيلية تدمير البنية التحتية في قطاع غزة. أكد نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ألفين بوتس أن الدعوى التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في محكمة العدل جاءت من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية الإبادة الجماعية في غزة. وقال بوتس في لقاء مع تلفزيون فلسطين أن حكومة جنوب أفريقيا ودول الأعضاء في محكمة العدل الدولية تواصل متابعة أهمية تقديم إسرائيل تقريرها للمحكمة ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة متابعة السلوك الإسرائيلي المتحدي لقرار المحكمة. أفادت مصادر محلية لبنانية بوقوع قتلى وجرحى جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة جدرة بقضاء صيدا اللبنانية، حيث استهدفت سيارة ودراجة نارية. وأذاع راديو الاحتلال الإسرائيلي أنه على بعد نحو 60 كيلومترا من الحدود استهدفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي عناصر من حزب الله في شمال صيدا. أعلن حزب الله اللبناني سيطرته على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز سكاي لارك في حالة جيدة،
وأوضح حزب الله أن الطائرة الإسرائيلية كانت تحلق فوق المجال الجوي اللبناني، ويأتي ذلك في وقت يتبادل فيه الجانبان قصف أهداف عسكرية على الحدود منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث انخرط حزب الله في اشتباكات شبه يومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود. قتل 3 أشخاص موالين لطهران جراء ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ليلا مبنى سكني غرب العاصمة السورية. ونفذت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر وأيضا مواقع للجيش السوري. جاءت الضربات الإسرائيلية بعد قصف صاروخي استهدف منطقة مطار المزا العسكري غرب دمشق، والتي تضم مواقع تابعة لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران. قال الحاكم الإقليمي لمدينة خاركيف الأوكرانية أولي سينيهيبوف إن هجوما بطائرة مسيرة شنته روسيا أدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال. وأضاف سينيهيبوف أن القوات الروسية هاجمت خاركيف بطائرات مسيرة من طراز شهد، وقال إنه نتيجة للضربات قتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال ورضيع. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن موسكو عززت إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية بشكل كثيف خلال العام المنصرم. وخلال جولة في منشآت تصنيع طائرات مسيرة في منطقة نهر الفولغا، أكد شويغو أن قدرات الإنتاج التي تم تدشينها تسمح لبلاده بإكمال أغلب المهمات التي تواجههم. هذا وتستخدم روسيا بشكل مكثف الطائرات المسيرة خلال حملتها العسكرية المستمرة منذ 2 تقريبا في أوكرانيا. دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ناتو يانس ستولتنبرغ أوروبا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة لدعم أوكرانيا ومنع عقود محتملة من المواجهة مع موسكو. وأكد ستولتنبرغ خلال تصريحات لوسائل إعلام ألمانية على ضرورة إعادة تشكيل وتوسيع قاعدة الحلف الصناعية بشكل أسرع، ذلك لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وإعادة ملء مخازن الناتو، مشددا على أهمية حماية الدول الأعضاء في الحلف. صرح أحد أكبر مساعدي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بأن حزب حركة الإنصاف الباكستانية سيسعى لتشكيل الحكومة بعد فوزه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت. وكان المرشحون المستقلون المنتمون إلى حزب الزعيم السياسي الباكستاني المسجون عمران خان فازوا بأكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات العامة الباكستانية، محققين فوزا مفاجئا. وقد فاز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية نواز الذي كان الأوفر حظا لاكتساح الانتخابات حتى الآن بالمركز الثاني من حيث عدد المقاعد بحصوله على 69 مقعدا، ويحتل حزب الشعب الباكستاني المركز الثالث بحصوله على 51 مقعدا. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده لن تتردد في القضاء على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم. يأتي ذلك وسط استمرار الجارتين الشمالية والجنوبية في تعزيز استعداداتهما العسكرية وإطلاق الاتهامات والتهديدات تجاه بعضهما البعض. من الشرق الأوسط إلى أقصى شرق القارة الآسيوية يسير العالم في دائرة مفرغة من عدم الاستقرار، بما يشير إلى احتمال انفجار الأوضاع في أي وقت.
صراع محتدم تشهده شبه الجزيرة الكورية ما بين تحالف لكوريا الجنوبية مع اليابان والولايات المتحدة وتهديدات كورية شمالية بالدمار الشامل لجارتها الجنوبية. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد أن بيونغ يانغ لن تتردد في القضاء على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، وأضاف خلال فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس جيش كوريا الشمالية أن السلام ليس شيئا يمكن استجداؤه أو تبادله عبر مفاوضات. وفي ظل تدهور العلاقات بين الجارتين أعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا أن كوريا الجنوبية هي عدوها الرئيسي، وأغلقت وكالات تستهدف إعادة التوحيد والتواصل بين الكوريتين. وبينما يستمر تعليق مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين منذ سنوات، صوت البرلمان الكوري الشمالي لصالح إلغاء القوانين المتعلقة بالتعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، وفي وقت يشهد تعزيزا من سول لتعاونها العسكري مع طوكيو وواشنطن، تواصل بيونغ يانغ تسريع برامجها لتطوير الأسلحة، إذ يطلق جيش كوريا الشمالية صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي بشكل شبه دوري بالتوازي مع عمليات اختبار إطلاق صواريخ كروز من غواصة، بما يضع أمن المنطقة برمتها على حافة الهاوية. مشاهدينا والآن مع أخبار المال والأعمال ومحمد عبد الله. أهلا بك محمد. أهلا بك زهر وأهلا بك ميرنا، وإلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. تفتح معارض أهل رمضان بالمحافظات أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري، حيث سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، علاوة على من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي. وأشارت الحكومة إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ستشارك في معارض أهل رمضان وبركن خاص لتوفير السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة. ووجهت الحكومة هيئة السلع التموينية بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضا، بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية. اتفقت مصر وبلغاريا على تبادل الزيارات بين الشركات من الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال استقبال وزير الاتصالات عمرو طلعت وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا ميلينيا استوتشيفا والوفد المرافق لها لمناقشة فتح آفاق للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين. وناقش الوزيران آليات التعاون في مجال تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي. استقبل وزير البترول طارق الملا وزيرة الطاقة البلغارية والمفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليا ضمن وفد رفيع المستوى من المسؤولين البلغاريين. تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المقترحة بين الجانبين والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين والطاقة الخضراء. وأكد وزير البترول لنظيره من بلغاريا أن متطلبات الأسواق العالمية هي ما تحدد توجهات صناعة الطاقة العالمية، وأن الهيدروجين والطاقات النظيفة تحتاج إلى تزايد الطلب عليها من أجل تشجيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية بنحو 6% وسط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 69% لتبلغ $82.19 للبرميل. كذلك ارتفعت العقود الأجلة للخام الأمريكي بنسبة 81% لتصل إلى $76.84 للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.98% لتسجل $2.94 للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.65% لتبلغ $1.85 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تخلى المستثمرون عن الأسهم الأمريكية واتجهوا لشراء الأسهم الصينية خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي. وأفقاً لبيانات صادرة عن بنك أوف أمريكا، شهدت الأسهم الأمريكية نزوحاً للتدفقات بقيمة 15.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير في أكبر وتيرة منذ سبتمبر 2023. على الجانب الآخر، شهدت الأسهم الصينية تدفقات قياسية بقيمة 18.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. سجل التضخم في ألمانيا تراجعاً في يناير الماضي بوتيرة سنوية مسجلاً أدنى نسبة منذ 2021، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض معدلات الفائدة لاحقاً هذه السنة. وأكد أو أعلن المعهد الفيدرالي للإحصاءات ديستياس تراجع مستوى ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 8.1 نقطة مئوية بالمقارنة مع ديسمبر، حين ازدادت بنسبة 3.7% على أساس سنوي بعد 5 أشهر من التراجع على التوالي. هذا ويتسارع تراجع التضخم في أكبر قوة اقتصادية أوروبية بعدما بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك نسبة 9% قبل عام، مسجلا متوسط 5.9% في 2023. نهاية أخبار اقتصاد، من جديد أعود إلى صحر ومرنا. شكرا لك محمد. وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. استجابة لدعوة رئيس السيسي، مجلس أمناء الحوار يعقد جلسة لمناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة وخطة إجراء الحوار الاقتصادي. شكري يؤكد لنظيرته البلغارية مواصلة مصر لجهودها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ويشير لصعوبة المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة. واشنطن تعلن استمرار تنسيقها مع القاهرة والدوحة للتوصل لهدنة في غزة، وتطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.